كامل بقول لك ايه؟ هو انت لون بكسرك ايه؟ نعم؟ انت عايز تعرف ليه؟ عادي يعني بسأل. لا مش عادي، مش عادي ان اتنين رجاله قاعدين في عربيه ضلمه في وسط الهو وعاوزين يعرفوا لون غياراتهم. عادي بقى بسأل، كنت عايز اعرف حاجه يا اخي. ايوه عايز تعرف ايه يعني؟ ايه المعلومه المدفونه جوه ملابسي الداخليه يا سعيد اللي عاوز تعرفها؟ مفيش يا سيدي، كنت بشتري شويه حاجات اونلاين ولقيت عرض على البوكسرات، بس العرض نازل بقى على الالوان الفاقعه، وانا قلت انت شخصيتك بتليق على الالوان الفاقعه، وانت عارفني بحب البوكسرات الغامقه. لا مش عارف ان انت بتحب البوكسرات الغامقه، وشكرا يا سيدي كتر الف خيرك، انا عندي بوكسرات من هنا لبكره. بقول لك ايه، خد انت البوكسرات بالعرض. بالعرض؟ من صار لنقطه 27، ايه الوضع عندك؟ من نقطه 27 لصقر الوضع مستقر. ايه يا ستي؟ ساعه قاعده في الحمام؟ ده انت لو بتسقطي عيل كنت زمانك خلصتي من زمان. معلش اصل عندي مشكله كده. القولون يا حبيبتي، انا حاسه بيكي، انت مش على بعضك من الصبح. ما تقلقيش خالص، ما تتكسفيش، لو حاسه انك عايزه تفلتي حاجه كده ولا كده اعمليها براحتك، ما تتكسفيش عادي، احنا زمايل. ايه؟ لا مش دي المشكله. البواسير؟ لا مشكله تانية خالص. فاكره لما قلت لك ان موبايلي القديم اتسرق من كام يوم؟ اه قلتي لي ان موبايلك اتسرق. ايه لقيتيه في الحمام؟ هو في ايه بينك وبين الحمام؟ لا واحد بعت لي وقال لي انه لقى الموبايل. طب ماشي كويس، ايه المشكله؟ المشكله ان هو عاوز فلوس. طبعا حقه، لقى الموبايل ياخد فلوس، ياخد حسنته. ايه النتنه اللي انت فيها دي؟ فكي الكيس. لا يا زينب، مش عشان يرجع لي الموبايل، بيقول لي لو ما بعتلوش فلوس هينزل الصور اللي على الموبايل على النت. طب وايه يعني ما ينزل صورك على النت عادي؟ ما انت صورك ماليه الانستجرام والفيسبوك وطوب الارض بيشوفها. مش عادي. ليه مش عاديه يعني؟ وانت صورك اللي عليها نقش الحق. صورك نوادي يعني؟ نوادي؟ اه نوادي، جمع نود. يعني تبعتي له نوادي وهو يبعت لك نوادي؟ صورتك بقى من غير الطرحه وبالحمالات وفي الحمام، وتقولهم صحة أول ما تشوفها، وهو طبعاً بيحتفظ بيها عشان يوريها لكل أصحابه. أيا معفنة يا سفلة، كنت بتبعتيهم لمين؟ مش لحد، كنت مصوراهم لنفسي. لنفسك؟ متصورة لنفسك؟ علي أنا الكلام ده؟ وأنا أقول البت كل يوم بتيجي موردة ومنتعشة ومنتشية كده ليه؟ أتاري من الصور. المهم طمنيني، هو كمان كان بيبعت لك؟ هو مين؟ اللي انت كنت بتتصوري له. ايه؟ طب ما توريني كده. زينب احنا في ايه ولا في ايه؟ بقول لك واحد بيبتزني بصوري. ابتزاز؟ لا كله الا ابتزازك يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ هاتي الموبايل. ده طالب فلوس كروت شحن، اكيد ده شكله عيل صغير. سيبيني انا اتصرف معاه. هتعملي ايه؟ واتش اند ليرن. بقول لك ايه ياض، انت شايف الموبايل اللي معاك ده؟ هتلاقي عليه صور لواحد امور كده وعضلات. العضلات ده يبقى صاحبها، صاحب صاحبة الموبايل. قسما بالله العظيم لو ما رجعت الموبايل ليكون العضلات الأمور ده جايلك لحد عندك، ومش محتاجة أقول لك بقى ساعتها هيعمل فيك إيه لما يجيلك. الصور عندك، تقدر تشوف حجم المصيبة اللي هتحصل لك منه. يلا يا بلاش عبط ورجع الموبايل. ما تقلقيش هيرجع لك الموبايل. ولا سعيد، في حد بيتحرك هناك اهو. ايه ده؟ اه شفته، تصدق؟ من نقطة 27 لصقر، في حد بيتحرك ناحية المخازن. من صقر النقطة 27، حدد شكل الشخص اللي بيتحرك. شخص طويل. طويل؟ طويل؟ واقف عند المخزن. واقف؟ واقف؟ دخل المخزن خلاص. دخل؟ دخل؟ جات كل قرف انت وهو، جزمة على نافوخك. يا ليل الأدب، ركزوا في شغلكم.
سلام. وانا قلت حاجه؟ السلام عليكم. يا هلا الله. وفي حد هنا؟ امال فين الجدع اللي كان المفروض ان هو هياخد مني الحمامه دي؟ ايه ده؟ ليه بس الدخله دي يا شبح؟ يا اسطى واحد الله كده ونزل مسدس. على فكره انا الطوخي. الطوخي الباشا كان جاي عشان يشتري منه الحمامه النادره. لا وربنا انا سارق له فرد حمام نادر ما لقيت. يا اسطى في ايه بس يا اسطى؟ واحد اللي انا عملت ايه؟ ايوه كلمه السر. ما تقول يا عم ان انت عاوز تعرف كلمه السر. كلمه السر هي دماغ والحمام لازم يعيشوا في سلام. بس ما كانش له لازمه حوار المسدس ده على فكره. اصل انا كنت شايفك وكان ممكن اتعامل معاك واعمل وتلاقي المسدس في ايدي متوجه ناحيه دماغك. بس انا ما رضيتش اظفر المكان بالدم عشان ما اشيلش الهم. وبصراحه كده احنا جايين نشتغل مش جايين نعمل مشاكل. واضح كده انك مش عاوز تتكلم. حق. بس برضك احنا مش جايين نتكلم. الا ما تعرفش الباشا بتاعك ده هيجي امتى؟ وربنا انا سارق له فرد حمام نادر ما الاقيه ازاي؟ طب ما تعرفش الباشا ده ممكن يشتري الحمامه بكام؟ يا اسطى انت اخرس ولا ايه؟ يا اسطى ما تتحاور معايا كده جرايا شبح. ده احنا صوتنا اتنابح. ما تبقاش انت وطليقتي ما بتردوش عليا. ده ايه النصيبه دي؟ ايه ده ايه ده؟ شفت اللي حصل؟ ايه؟ اميره خدت حكم نهائي في القضيه خلاص. بجد؟ هو الخبر اهو مكتوب. بص وقد تم الحكم على الموظفه بشركه صقر بالسجن 6 سنوات. 6 سنين؟ يا دي النيله. مالك يا عم وزعلان عليها كده ليه؟ يا عم ولا زعلان ولا حاجه، بس انا كنت معلق رهان انا والعيال في المكتب انها تاخد 7 سنين. لا خلاص بقى ربنا يعوضك. معلش بص ما تقلقش، احنا اصلا شغالين في شركه رمم كلها رمم، وهتلاقي بكره حد بقى بيختلس ويتقبض عليه تاني عادي. صراحه عندك حق، شركه رمم فعلا. بقول لك ايه، انا مش عارف انا هنا ليه. انا قرايبي كلهم يا مهندسين يا دكاتره، وانا المرمي في الشركه الرمه دي. يعني مش بس كده، ده حتى العصابه اللي احنا بنراقبهم عصابه مهزقه اصلا. مهزقه ايه يا مهزق انت؟ العصابه اللي بنراقبها دي تقيله جدا. دول بيعملوا مزادات لحاجات مسروقه كل يوم. بجد؟ يعني ممكن يكون عندهم موبايلات؟ اصل الموبايل عندي جاب شاشه وعايز افوره الصراحه. بجد والله؟ معلش يا فندم، مزادات الموبايلات خلصت امبارح. يا سعيد ركز بقى يا سعيد، في ايه؟ العصابه دي النهارده عندها مزاد لحمام نادر مسروق. حاجه تافهه بس مش مهم، هنقبض عليهم برضه. لا يا كامل خلي بالك بقى. موضوع الحمام ده مش هزار. الحمام ده اصلا خطر جدا. الحمام ده كائن غدار. غدار؟ تصدق فعلا وانا جاي حمامه كانت ماسكه مطوه وكانت عاوزه تثبتني. غدار ايه يا سعيد الهبل اللي انت بتقوله ده؟ اتريق. انت قصدك ما تعرفش ان عم الله يرحمه حمامه موتته؟ نعم. ايوه يا عم انا هقول لك. عمي مره زمان كان نفسه في حمام، فنزل السوق عشان يشتري حمام على اساس ان مرات عمي تعملها له بالفريك وبتاع. خد الحمامه وروح واداها لمرات عمي وقال لها انه هينزل يقعد على القهوه على ما هي تجهز الاكل. مش هتصدق بقى ايه اللي حصل. هو انا مش متخيل في حاجه حصلت. لا انا اقول لك بقى ايه اللي حصل. عمي رجع البيت لقى بيولع حريقه كبيره جدا، فدخل بقى عشان يلحق حمامه؟ لا مرات عمي. دخل عشان يلحق مرات عمي. ما طلعش. مات الله يرحمه. الله يرحمه انتقم الحمامه بنت الكلب دي. طب يا سعيد معلش، انت شايف ان الحمامه هي اللي ولعت في البيت؟ هو ما كانش في حد تاني غريب في البيت الا هي. سعيد معلش خدني على قد عقلي، ما جاش في بالك مثلا ان مرات عمك وهي بتعمل حمامه الانبوبه بتاعت البوتاجاز فرقعت مثلا، او الغاز سرب فولع في البيت مثلا؟